برضه. تعرف الخيمه دي بفكرنا بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك عارفها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش بقول لك فردتين قاعدين؟ دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون. بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقيها حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى انت بس، انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تقلقي، خلي نفسيتك سكت. رياض عشان خاطري. بلا رياض بلا امسكي. من فضلك. امسكي القميص ده، احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه. من فضلك. ايه بص يا كابتن، احب اعرفك ان انت غلطت جامد يعني في نجم غلاف خبر الحوادث. خد القميص واجري انت، خد القميص واجري انت، شوف اي حد هنا بلاك اجري. انت برسلك على ناحيه بقى. لا وين انت؟ مش عارف ده ضابط. ضابط هو محتاج توصيل يا بنت ميم. ده ضابط خلاك انا هتجهنك. ده بقول لك بعد ناس الخباوة مرة واحدة. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يا ابني؟ استنى كده يمكن ما اعرفش. ايه يا عم؟ انت ايه بترد نازل حاجة ساعة ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لو النبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه يابا؟ استنى في شرف. روحت بقى يلا عشان الراجل ده عايزني بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر ست. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل في ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلعني الساعه دي، بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه اتفرط في مناخي في اي حاجه في جسمي. لا بجد انا مبسوطه قوي. مبسوطه جدا. مبسوطه عشان الدغدغه قدامك يعني ولا لا؟ لا 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 انا مبسوطه لاني انا حسيت بالامان اول مره بصرف النظر انك انت اتضربت. بلاش حته الضرب بالظبط، ما تكررهاش كتير طبعا. بس حسيت ان انا شايفه قدامي هيرو. نعم هيرو. يور ماي هيرو. يور ماي هيرو. ايه رياض حقيقي انا عايزه اصرخ واقول للناس كلها، عايزه اصرخ بجد. جوزي اتضرب عشان بس. طيب انت خلاص ده بجد خلاص. انا نفسي اصرخ حقيقي خلاص. طيب يا في حال طيب ده ايه العرب ده احنا نرفزنا ليه؟ جوزي اتضرب عشان تفضحنا. مبسوط يا هاني مفنجل. بس سيادتك ما عملتهاش من زمان. بقول لك مبسوط يا هاني وعايز اخلي كل اللي حواليا في السجن مبسوط زيي. مش عارف عايز اعمل لهم حاجه. عايز اكافئهم يا هاني. انا فرحان. كافئهم لي يا هاني. كافئهم يا باشا. قول لي اعمل ايه وانا اعمله. صرف لهم 3 سنين سجن. الموضوع ده مش جديد، جاب نتيجه.
انا قلت عن بس المهم يا باشا تكون صعبت عليها قوي بقى. صعبت عليها مهم جدا طبعا. ايه اللي صعبت عليها؟ ده كان في واحد لوحده لابس جزمه زمان معاه 5 46 كده، كان ماسك وش بس لوحده، نزل تنفيط في وش كده بالجزمه لما عمل بق جزامه. شوف يا فندم، هو في مسجون عندنا وكان ليه طلب كده، ويا ريت سيادتك تقدر تنفذه له ده عشان انا يا فندم تبقى يعني حققت لي امنيه كبيره جدا. انا تحت امرك يعني. ايه بقى؟ هو يا فندم فرح ابنه قريب وهو نفسه يحضر الفرح، فيا ريت سعادتك لو قدرت ان انت يعني تبقى عملت له يعني. خلاص طب انت عتاش عتاني عليه خلاص. هو فرح ابنه يعني جاي قريب ان شاء الله، هو فاضل له اسبوع يا فندم، ويا ريت سيادتك لو قدرت ان انت تشوف له اي طريقه يحصل بيها الفرح. والله العظيم حرام كده يفضل قاعد كده وهو ابنه بيتجوز. خلاص سيب الموضوع ده، انا هتصرف. متشكر قوي يا فندم. بس بقول لك بعمل الله يسترك عشان ما تفضحش يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل انا عم فتح زي جماعه نعم جماعة العشاء عندكم عم فتح فرح ابنك ولا نجيب عشان معانا؟ انا ممكن اقضي سندوتشات. قصدك ايه سعاده البيه؟ يعني قصدك ايه سعاده البيه؟ اذا عم الراجل ده هيخلي نعيط. اعمل فتح، انت مش عايز تاخد ابنك في حضنك كده وتقول له مبروك كده و... ها وتفرح بيه كده ولا انت ايه؟ شوف ابني هو جوزه ان شاء الله. عفوا عفوا بس بقى واحد الله. طيب بقى بس 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 بقى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الأخت الحبيبة الغالية المحلوبة، الأخت الحبيبة الغالية المحلوبة، في إيه بقى؟ ها؟ إيه؟ غيرت قلبي معاك كلام الفاضي ده. في إيه؟ انا رايح فرح، تيجي معايا؟ امالك بتقول بقرف كده ليه؟ انا مش قرفان، انت اللي قرفان. انا مش قرفان، انا موافق. خلاص اخش البس حاجه. حاضر. في حق؟ نعم في حق. ابقى يعني البس حاجه مقفوله. حاضر. زراير يعني. حاضر. عايز اعيط. خساره. ببص في لنا عينيك من جوه بحس ان شايف ان حبيبي خساره تجيب لي المراره تعلي الحراره وتعمل صداع. فعلك شاوة زي حلاوة بحب غباوة لو الدراع وبقول أقول لا فبعد قطنا قلت أخفى مد إيدي عن عمر وما تقول We'll be right back.
كده بمشوار عوانا بدل ما نغز بقى ما تيجي تنفم الوعد ولا يفرق ما بعض في مشوار هوانا بدل ما نغز بقى ما تيجي تنفم الوعد ولا يفرق ما بعض في مشوار هوانا بدل ما نغز بقى ما يلا لا ترجعوا.